التحليلية من الميادين. بعد غياب دام عقودا عن مياه البحر الأحمر، سفينة حربية روسية ترسو في بورت سودان. ما الأهمية السياسية والعسكرية والاقتصادية لإقامة قاعدة بحرية روسية في بورت سودان؟ أزمة إقليم كارباخ ومنطقة القوقاز، عنوان ملتقى خبراء وباحثين في قم في إيران. ما استراتيجية إيران في القوقاز؟ وأين تتقاطع وتتضارب مع باكو وأنقرة وموسكو؟ تركيا جندت أطفالاً للقتال في الشمال السوري وليبيا. أليس تجنيد الأطفال جريمة حرب وفق القوانين الدولية؟ فمن يحاسب أنقرة؟ وفي قضية اليوم، نقابات المعلمين في المغرب ترفض محاولة تمرير المشاريع التطبيعية في منهاج التعليم. المطبعون يفشلون في كي الوعي وتزوير التاريخ، نجحوا في شراء بعض المتملقين وفشلوا في استقطاب الشعوب. رست أول سفينة حربية روسية في ميناء بورت سودان على البحر الأحمر. عقود غابت فيها موسكو عن هذه المنطقة، وهي تعود اليوم عازمة على بناء قاعدة بحرية. فما أهداف موسكو الاستراتيجية في البحر الأحمر أو السودان أو القارة الأفريقية؟ حركة عسكرية لافتة للانتباه عند ميناء استراتيجي على البحر الأحمر، إنه بورت سودان. وهذه هي المدمرة الروسية الأدميرال غريغوروفيتش التي تدخل الميناء كأول سفينة حربية روسية. إلى هنا، حيث تعتزم روسيا بناء قاعدة بحرية، وصلت قبل يوم واحد السفينة الحربية الأمريكية USS تشرشل، وهي السفينة الأمريكية الثانية التي تزور المياه الإقليمية السودانية خلال أقل من أسبوع، بعد كارسون سيتي التي كانت أول سفينة تابعة للبحرية الأمريكية تزور ميناء سودانيا منذ عقود، فضلا عن وجود سلسلة من القواعد العسكرية الأجنبية في المنطقة. فهل نحن أمام صراع وشيك في البحر الأحمر بين روسيا وأمريكا؟ التقارير تتحدث عن رغبة واشنطن في تعزيز وجودها العسكري في المياه الإقليمية السودانية في البحر الأحمر، وعن التحسن الكبير في العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والسودان. روسيا من جهتها كانت قد وقعت مع السودان اتفاقية في كانون الأول ديسمبر الماضي بشأن إقامة قاعدة تموين وصيانة للبحرية الروسية على ساحل البحر الأحمر، وكانت مقدمة الاتفاقية واضحة لناحية أنها تصب في تعزيز السلام والأمن في المنطقة، وهي لا تستهدف أطرافاً أخرى. بعد ذلك أعطى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موافقته في تشرين الثاني نوفمبر الماضي على إنشاء قاعدة بحرية روسية في السودان قادرة على استيعاب سفن تعمل بالطاقة النووية، وهذه ستكون القاعدة الأولى لروسيا في أفريقيا. فموسكو تحرص على تعزيز وجودها ونفوذها في القارة الأفريقية التي تمثل مصدراً كبيراً للثروات الطبيعية وسوقاً ضخمة للسلاح الروسي، ومن شأنها تسهيل عمليات الأسطول البحري الروسي في المحيط الهندي. مدير مكتب الميادين في موسكو سلام العبيدي، سلام، أي بعد سياسي وعسكري لرسو سفينة حربية روسية في بورت سودان؟ رانا، طبعا هذا الاتفاق أو المباحثات الروسية السودانية حول استخدام بناء بورت سودان وبناء قاعدة بحرية روسية فيه جرت في عهد الرئيس السابق عمر البشير، واستؤنفت بعد الأحداث الدراماتيكية التي شهدها السودان ومجيء حكومة جديدة بعد الحراك الشعبي هناك. الاتفاق فعلا تم التوصل اليه يعني قبل فتره، لكن الطرفين لم يعلنا عنه الا بعد انقضاء عهد ترامب ومجيء بايدن الى سده الحكم في الولايات المتحده، وبذلك روسيا ارادت اولا ان تستبعد اي نوع من العقوبات عليها وعلى السودان، خاصه بعد اخراج السودان من لائحه الدول الداعمه للارهاب.
وثانيا لكي تستخدم هذه الورقة في أي مباحثات مستقبلية مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بالترتيبات الدولية والتوازن والأمن الدولي والتوازن الاستراتيجي بين البلدين. بلا شك روسيا ببناء هذه القاعدة أو بإنشاء هذه القاعدة في السودان ستعيد تلك يعني الأفضليات والمقومات، مقومات القوة التي كان يمتلكها الاتحاد السوفيتي حينما كان يسيطر عمليا على الملاحة في منطقة شاسعة تمتد من البحر الأبيض المتوسط مرورا بالبحر الأحمر وانتهاءا بالمحيط الهندي، حيث كان الاتحاد السوفيتي قواعد بحرية في الصومال وإثيوبيا، وأيضا كان له حق استخدام الموانئ اليمنية والجزائرية والليبية والسورية. فبذلك وبعد أن أصبح لروسيا قاعدة بحرية في سوريا في طرطوس، الآن أصبح لروسيا أيضا قاعدة بحرية، سيصبح لروسيا قاعدة بحرية في السودان، وبذلك ستتحكم بشكل كبير بالملاحة في تلك المنطقة، ليس فقط الملاحة التجارية وإنما أيضا الملاحة العسكرية، خاصة أن البحر الأحمر يربط أوروبا وأمريكا بجنوب شرق آسيا وبمنطقة الخليج وإلى آخره. لذلك سيكون لروسيا قدرات عسكرية للتحكم بالملاحة بما في ذلك العسكرية في تلك المنطقة. اسمح لي أن أنتقل إلى قتيبة الصالح محلل المدينة للشؤون العربية والإسلامية. قتيبة، عندما نقول بورت سودان يعني البحر الأحمر، وإلى شواطئ هذه المنطقة أيضا وصلت سفينة حربية أمريكية وهي وينستون تشرشل. كيف يمكن قراءة يعني هذا الأمر استراتيجيا وتحديدا من البوابة السودانية؟ نعم رانا، تحياتي لك وللزملاء الكرام وللمشاهدين. بطبيعة الحال أن قراءة المنطقة أو قراءة هذه التطورات في هذه المنطقة تنبع من أهميتها رانا. بطبيعة الحال يمكن إلقاء نظرة سريعة على التواجد العسكري في هذه المنطقة. نجد أن عديد الدول لديها قواعد عسكرية في المنطقة. أمريكا لديها قواعد بالتأكيد، هناك فرنسا، هناك تركيا، هناك إسرائيل، هناك أيضا الإمارات لديها قاعدة. الوجود الروسي في هذه المنطقة هو نوع من مراوحة الأوزان في منطقة البحر الأحمر، ليس فقط في السودان، نتحدث عن السودان، أريتريا، جيبوتي، وهذا الساحل المطل على المضيق ومطل على البحر الأحمر بالتأكيد. وهو بطبيعة الحال منطلق من أهميته في إطار ليس السيطرة بمعنى أو التحكم، ولكن منع هذه السيطرة والتحكم عبر إيجاد معادل موضوعي لهذه القوة، وبالتحديد القوة الأمريكية في هذه المنطقة. تدرك روسيا رانا منذ الأزمة الليبية بالتحديد والدرس الذي تعلمته هناك، ثم ترجمت هذا التعلم في سوريا، ويبدو أنها في هذه المنطقة أن التواجد، أن التأثير تحديدا يتضمن التواجد أو نظرية التأثير عبر التواجد. بمعنى لو لم تكن القوات الروسية متواجدة فعليا في بحر المتوسط أو في سوريا لم تكن لتمتلك هذه القدرة على التأثير، وهي التي لم تكن تمتلكها في ليبيا على سبيل المثال. لذلك بتقديري المنطقة حسب ما هي مرشحة للتصعيد، ربما ليس التصعيد العسكري ولكن التصعيد الاستراتيجي عن طريق التواجد، تسعى روسيا إلى التواجد في هذه المنطقة لخلق حالة كما ذكرت من مراوحة الأوزان فقط والسيطرة لا أكثر. أعود إليك سلام عبيدة، يعني قلنا بأن موسكو تعتزم بناء قاعدة عسكرية في السودان، أي نفوذ تسعى إليه روسيا في المنطقة الأفريقية بعيدا عن السودان بحد ذاته؟ طبعا بالإضافة إلى النفوذ العسكري والأمور المتعلقة بحرية الملاحة في المنطقة ومحاربة القرصنة إلى آخره، لروسيا مصالح اقتصادية كبيرة هناك. وعلى سبيل المثال تم التوقيع على اتفاقية بين روسيا والسودان لبناء مصفى لتكرير النفط في بورت السودان. هذا المصفى سيقوم باستقبال النفط الذي ينتج في جنوب السودان، لأن جنوب السودان ليس لديه منافذ بحرية، فلذلك سيتم تصدير نفط جنوب السودان عبر الموانئ السودانية وتحديدا بورت السودان. ولذلك بناء يعني هذا المصفى لتكرير النفط سيكون برأس مال روسي وبرعاية روسية، وهذا أيضا يحتاج إلى حماية، فلذلك روسيا تكون متواجدة هناك. إضافة إلى ذلك لدى روسيا عدا موضوع النفط لديها أيضا استثمارات في قطاع مناجم الذهب، ليس فقط في السودان وإنما أيضا في دول أفريقية، مناجم الماس وإلى آخره. يعني هناك مصالح اقتصادية كبيرة لروسيا في المنطقة، وأيضا هذه المصالح أحيانا تتقاطع وأحيانا يعني تتوازن مع المصالح الصينية، لأن الصين هو الآن من أكبر الدول المستثمرة في القارة السمراء، ولذلك في يعني من المفيد أن تكون هناك أيضا قوة عسكرية داعمة للشراكة الاستراتيجية الروسية الصينية، رغم أن هناك أيضا يعني نوع من المنافسة بين البلدين، لكن هذا لا يمنع أيضا من أن يكون هناك تعاون بينهما
في المجال الاقتصادي وفي المجال العسكري وفي المجال السياسي. لذلك من هذه الناحية والسيطرة أيضا على الملاحة الاقتصادية خاصة عبر قناة السويس مرورا بالبحر الأحمر، هذا كله يعني له عوائد اقتصادية بالنسبة لروسيا. ما الدور الذي أدته إيران لاحتواء أزمة إقليم ناغورنو كاراباخ، وما دورها المستقبلي في الإقليم وفي منطقة كالقوقاز؟ أسئلة كثيرة طرحت في ملتقى أقيم في مدينة قم، ملتقى تركز البحث فيه على خطاب المرشد الإيراني لحل أزمة إقليم ناغورنو كاراباخ. نتابع ثم نحلل. أزمة كاراباخ بالنسبة إلى هؤلاء ليست قضية دينية أو عرقية بقدر ما هي مسألة إنسانية وصراع بين المحتل وصاحب الأرض. موقف طهران الداعم لباكو في استعادة أراضيها جاء على لسان المرشد الإيراني سابقا، موقف شدد فيه السيد خامنئي على أهمية أمن المنطقة وإيران ووحدة أراضي أذربيجان. أطراف النزاع أكدت لنا أن الجماعات الإرهابية لن يكون لها مكان في المنطقة. إننا في إيران نعارض أي تغيير في حدود المنطقة وتهديد لسيادة الدول، كما نرفض تدخل أي دولة أجنبية في النزاع. يرى الحاضرون في خطاب المرشد حول أزمة كاراباخ طريقا نحو حل نهائي للأزمة لا أنصاف حلوله. الخطاب الذي ألقاه قائد الثورة مبني على مبادئ، ونأمل أن يؤدي تحرير منطقة ناغورنو كاراباخ إلى وحدة أعمق بين دول المنطقة. نحن وسكان أذربيجان شعب واحد في بلدين لديه ثقافة ودين مشتركان، ويجب ألا ننظر إلى هذا البلد على أنه جار فقط. تحافظ إيران على علاقاتها الودية مع جيرانها، وتطمح للعب دور أكبر ليس في تسوية النزاع فحسب، بل وفي إعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب في مناطق النزاع. لا خيار سوى الدبلوماسية لحل الأزمة في كاراباخ، أزمة تؤكد إيران موقفها الثابت حيالها، فلابد من تحرير الأرض وعودتها إلى أصحابها، ومن التزام الطرفين بالقوانين والمعاهدات الدولية. مالك عابد، مدينة قم، الميادين. محلل الميادين للشؤون الإيرانية عبد الجليل الزبيدي. عبد الجليل، في المؤتمر المذكور رسائل عديدة على ألسنة المتحدثين فيه وفي أكثر من اتجاه، إذا ما أردنا تلخيصها ماذا يمكن أن نقول؟ نعم، تحية لك رنا وللزملاء والمشاهدين. المؤتمر في الحقيقة هو يعني انطوى على رسالة هامة جدا، رسالة استراتيجية استهدفت أو الهدف منها الوصول إلى الشعب الآذري، ليس فقط في جمهورية أذربيجان، أيضا في البقاع والمناطق الأخرى في القوقاز، وهي أنه أن العامل الثقافي والإنساني والتداخل العرقي ما بين مناطق شمال إيران وما بين تلك المناطق هو أساس استراتيجي مهم وثابت في أي نظرة أو رؤية إيرانية أو في أي إطار استراتيجي إيراني بشأن مستقبل هذه المنطقة، وأيضا بشأن الحل في هذا الإقليم. المهم في هذا المؤتمر هو أن شخصيات رسمية و يعني قوى المجتمع المدني والفاعليات الدينية والروحية في أذربيجان شاركت في هذا المؤتمر وأعلنت تأييدها ومساندتها لتفعيل إطار الحل الاستراتيجي الذي ورد في خطاب المرشد في 17 من ربيع الأول. لقي هذا الخطاب ولقي هذا الإطار ترحيبا كبيرا، لأنه يتداخل أو يلبي مطالب الجيرة ومطالب أو البعد العقائدي والمذهبي والديني وأيضا العرقي بين هذه المناطق. وبالتالي هناك من ذهب إلى حد أنه اعتبار هذا الإطار الذي وضعه المرشد بأنه أوسع ويشمل حتى الاتفاق الذي رعته روسيا لوقف إطلاق النار ما بين أرمينيا وأذربيجان. أتوجه إليك سلام العبيدي. في المؤتمر أيضا كلمات شددت على ضرورة إعادة أراضي قرباغ إلى أذربيجان، هذه الدعوة كيف يمكن أن تتلقفها كل من أرمينيا وروسيا أيضا؟ ف
في الواقع بالنسبة لروسيا فإن إيران هي بلد جار لها، ليس فقط في منطقة بحر قزوين وإنما أيضا في منطقة القوقاز. ولو عدنا إلى التاريخ فإن في حقبة من الحقبات الزمنية إقليم قرباخ كان أيضا تابع للإمبراطورية الفارسية، يعني ملكية هذا الإقليم كانت متنقلة بين الإمبراطورية الفارسية والإمبراطورية العثمانية إلى أن حصلت عليه روسيا وفق اتفاقية تروكتشاي في القرن التاسع عشر. فلذلك بالنسبة لروسيا الأمن والاستقرار في هذه المنطقة مسألة حيوية، وهنا تلتقي المصالح الروسية والإيرانية فيما يتعلق بضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار. وهنا أريد أن أذكر بأن هناك اتفاقية حول بحر قزوين بين الدول المطلة الخمسة على هذا البحر تفضي بعدم السماح بأي قوة خارجية من خارج هذه المنطقة بأن تتواجد عسكريا فيها. وهذه المسألة وفق الفهم الروسي والإيراني يجب أن تترجم على منطقة القوقاز. ومن هذه الناحية هناك ربما تضامن وتفاهم بين موسكو وطهران. بالنسبة لأرمينيا طبعا هي مسألة أيضا لها بعد تاريخي ولها بعد قوي، لأن هذه المنطقة وبفضل الإمبراطورية الروسية نقل إليها الأرمن بعد تعرضهم للإبادة الجماعية في الإمبراطورية العثمانية وتم تسكينهم وتوطينهم في قرباخ. فلذلك بالنسبة لروسيا الحفاظ على التوازن الديموغرافي في المنطقة هو أيضا مسألة مهمة، وهنا أيضا تلتقي المصالح الروسية والأرمنية. لكن تبقى مسألة انتماء هذه الأرض إلى أذربيجان مسألة محسومة في السياسة الروسية وعلى أقل تقدير في الموقف الرسمي المعلن، لكن روسيا لا تريد أن تغير الوضع الديموغرافي في المنطقة، أي طيب. أن كل المكونات يجب أن تبقى في أماكنها التاريخية دون ترحيل ودون أي أحمال عنصرها والحفاظ على هويتها الثقافية. نعم اسمح لي سلام أن أعود إلى عبد الجليل الزبيدي. عبد الجليل، كيف تنظر إيران إلى منطقة القوقاز ككل انطلاقا من المواجهة العسكرية التي حصلت في كاراباخ والتدخلات التي رأيناها من كل من تركيا وإسرائيل وروسيا؟ نعم، يعني هو يعني بداية يعني هناك من يطرح السؤال التالي، هو لماذا اختلف الموقف الإيراني في حرب 44 الأخيرة ما بين أرمينيا وأذربيجان مقارنة بموقفها في الحرب ما بين عام 1988 وعام 1994؟ في الحقيقة إيران غيرت موقفها أو تبنت استراتيجية جديدة تبعا للتغيرات المتغيرات والتحولات التي حصلت في ذلك الجزء أو السقف الشمالي لإيران. الاستراتيجية الجديدة للجمهورية الإسلامية لإيران تعتمد على، أولا إيران تعتقد بأن دخولها في يعني تسوية هذا النزاع بشأن الإقليم وأيضا الاصطفاف إلى جانب أذربيجان والاعتراف بحقها باستعادة أراضيها في الإقليم يعتمد على العامل كما ذكرنا العامل القومي والديني والمذهبي. فترى إيران بأن العلاقات المذهبية والدينية والثقافية ما بين شعبها وبين شعوب تلك المنطقة يمنحها الحق في أن يكون لها دور منظم أو راعي على الأقل. أيضا النقطة الثانية في الاستراتيجية الإيرانية هو دخول العامل الإسرائيلي والعامل التركي. تركيا منذ البداية يعني رفعت شعارات حقيقة إمبراطورية، إيران لا تسمح بذلك أو لن تسمح لتركيا أن تكون هناك رايات يعني تحت عناوين عرقية وقومية تحرض أذربيجان للتوسع أكثر مما يتعلق بنطاق هذا الإقليم. أيضا الجانب الإسرائيلي يعني الجانب الإسرائيلي من السنوات الأخيرة هناك مؤشرات لوجود الكيان في تلك المناطق وخاصة في أذربيجان، وهذا يشكل تهديد للأمن القومي الإيراني. ولذلك تجد إيران وجودها مهم جدا لقطع الطريق عن أي توسع لهذا الدور الإسرائيلي. نقطة أخيرة يعني أود الإشارة إليها، أيضا الاستراتيجية الإيرانية تقوم على أساس أن أذربيجان يعني لا يسمح لأي طرف بما في ذلك الجانب الروسي أن يقوم بالعبث بالخرائط
التي وضعت خلال اتفاقيات القرن التاسع عشر، لأن الحرب بعد نهاية الحرب 44 يوما يعني كان هناك يتوقع أن تحدث متغيرات في الحدود الدولية، وهذا ما استدعى تدخل إيراني لمنع حصول هذه المتغيرات. قصر يفترض أن يحملوا القلم، حملتهم تركيا وميليشياتها في الشمال السوري السلاح ودربتهم عليه وأجبرتهم على القتال في ليبيا وشمال سوريا. أفليست هذه جريمة حرب موصوفة؟ نتابع ثم نحلل. تجنيد الأطفال في شمال وشمال شرق سوريا على يد تركيا والميليشيات الموالية لها من أبرز جرائم الحرب التي كشف عنها تقرير معتا للسلام، وهي مؤسسة حاصلة على المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة. التقرير كشف عن خرق ممنهج للقوانين الدولية وشرعة حقوق الإنسان على يد الجيش التركي، واتهم أنقرة بتجنيد الأطفال قسريا والزج بهم في أعمال حربية ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات منهم. وتظهر المعلومات استخدام الأطفال كمقاتلين على الخطوط الأمامية أو في عمليات نقل الأسلحة والدعم اللوجستي والتجسس، إضافة إلى العمل على خدمة المقاتلين الآخرين. ويحمل التقرير أنقرة المسؤولية المباشرة عن تجنيد الأطفال للقتال في شمال شرق سوريا، بل وعن نقل 380 طفلا من الشمال السوري للقتال في ليبيا، الأمر الذي تسبب بوفاة نحو 25 طفلا منهم. ووفق التقرير تتجاهل الحكومة التركية المواثيق الدولية التي تمنع تجنيد الأطفال دون 18 سواء على نحو مباشر أو غير مباشر، وتقدم الدعم الكامل للفصائل المسلحة التابعة لها في شمال شرق سوريا من أجل تجنيد الأطفال للمشاركة في النزاعات المسلحة. وفي السياق، دعت منظمة يونيسف إلى السماح لكافة القُصّر المحتجزين في مخيمات أو سجون في شمال شرق سوريا بالعودة إلى ديارهم. وتحتجز القوات الكردية مئات الأطفال الذين تقول إنهم قاتلوا مع داعش أو مع القوات الموالية لأنقرة. وأشارت المنظمة الدولية إلى وجود 22 ألف طفل أجنبي في شمال وشمال شرق سوريا من 60 جنسية على الأقل يقبعون في مخيمات وسجون، إضافة إلى آلاف الأطفال السوريين. قتيبة الصالح، هذا ليس أول تقرير يصدر عن منظمة حقوقية يتهم تركيا بالزج بالأطفال في حرب سوريا وحرب ليبيا. هل نتوقع أي صدى لهذا التقرير، خصوصا إذا ما نظرنا إلى الجهة الصادر عنها؟ بتقديري لا رانا، إلا في إطار مزيد من الإدانة الأخلاقية على الأقل لتركيا كدولة. يعني رانا، أريد أن أتحدث هنا في نقطتين. لماذا لن تؤثر هذا النوع من التقارير رانا؟ بطبيعة الحال بسبب أنه لا وجود للقانون الدولي منذ عقود طويلة. يعني بنتحدث نحن عن شرعة حقوق الإنسان، عن قانون دولي، عن المعاهدات ومواثيق. هذه القوانين والمعاهدات والمواثيق لا تفرض إلا على الضعيف إلى حد ما، وهي أيضا أداة في يد القوى الكبرى استخدمتها طويلا لتحقيق أهدافها وليس لحفظ حقوق الإنسان بشكل من الأشكال. لنا في أفغانستان الحرب خارج الحرب الأبدية لا أصبح اسمها الآن خارج إطار القانون الدولي مثال، احتلال العراق مثال، كيف أدير احتلال العراق خلال سنوات طويلة أيضا مثال، الجرائم التي لم يتم المحاسبة عليها خلال احتلال العراق، وبالعكس صدرت قوانين عفو عن من ارتكب هذه الجرائم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية رانا، عند الحديث عن القوانين الدولية الميتة كما سبق وقلت، نحن نتحدث غالبا عن انتهاكات وربما خروقات. فالحالة التركية لا نتحدث عن ذلك حقيقة. تركيا رمت بهذه القوانين جانبا فيما تقوم به تحديدا في الشمال السوري منذ سنوات حتى الآن. نتحدث عن تغيير ديموغرافي وتهجير قسري ممنهج لأعداد كبيرة من السوريين من مناطق إلى أخرى. نتحدث عن توطين مجتمعات جديدة وربما خارجية من خارج سوريا أيضا. نتحدث عن ارتزاق واستغلال للمكون السكاني في هذه المنطقة في حروب خارجية. واليوم نتحدث عن سرقة النفط التي هو ملف يجب البحث فيه حقيقة ونبشه، لأن لتركيا كان لها دور كبير في
سرقة النفط السوري وبالتنسيق مع داعش سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. نتحدث اليوم أيضا ليس فقط عن يعني استرزاق الأطفال أو زج الأطفال في الحروب. نحن نتحدث ربما قبل سنوات كان هناك خبر عن طفلين في عمر 15 قاموا بتنفيذ عمليات انتحارية ضد الميليشيات الكردية وهم تابعون لفرقة السلطان إبراهيم التابعة لتركيا. أحدهما نجح في تفجير نفسه والآخر ما زال معتقلا حتى 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 الآن. تخلق تركيا نوعا ما رانا جو يعني يؤهلها لذلك لطريقة ارتزاق المواطنين هناك أو حتى عن طريق القاعدة التي أنشأتها في عفرين وعن طريق الإغراءات المادية مستغلة حالة الفقر الناتجة في المنطقة والتي هي سبب أساسي فيها للارتزاق أولا ولزج الأطفال في الحروب دون أي رادع أخلاقي ثانيا. اسمح لي قتيبة أن أتوجه إلى عبد الجليل الزبيدي. عبد الجليل، مع عنوان زج الأطفال في الحروب ومع دولة كتركيا، هل نعود إلى يعني عنوان عريض وهو ازدواجية المعايير الدولية أم لا؟ هو واضح يعني منذ البداية، يعني تركيا وما قامت به من انتهاكات خطيرة للبعد الأخلاقي والقيمي والإنساني في الأزمة. هناك تدخل ربما يكون في الشأن السوري في فترة ما لبعض الدول، يعني تدخل لأغراض دفاعية أو تدخل لحسابات ومصالح معينة، لكن أن يكون التدخل إلى حد يعني العبث في المعايير والقيم الأخلاقية، هذا بالحقيقة يعني سيكون له حساب في غاية الأهمية. وأعتقد أن تركيا لما تلجأ إلى تجنيد الأطفال واليافعين هو في الحقيقة هو مؤشر على أنه إفلاس في عدم القدرة أو لم يعد هناك ما يمكن تجنيده من المخيمات والمناطق المحاصرة والأسيرة في الشمال السوري. وهذا أيضا نقطة بات الشعب السوري أيضا يتحسسها ويدركها بشكل واضح وجلي، بدليل أن هناك آلاف العائلات الآن تريد أن تهرب من إدلب باتجاه منفذ حلب، ولكن نعم هناك مصائد وهناك موانع تحول دون خروجها. وهذا دليل يعني هناك انتفاضة غير معلنة حيال ما تقوم به تركيا في تلك المناطق. أعود إليك قتيبة الصالح، مسألة اللجوء إلى أطفال بحد ذاته في حرب كسوريا واليمن، ما الذي يكشفه عن الحاضنة المجتمعية لمعارك أرادتها تركيا وسط حروب كبرى؟ بطبيعة الحال هو سقوط أخلاقي كما ذكرنا بالنسبة لتركيا. بالنسبة للحاضنة المجتمعية نتحدث، أشدد على ما ذكره الأستاذ عبد الجليل من طهران على أنه لا حاضنة مجتمعية بهذا المعنى لهذا المشروع رانا، ولكن نتحدث عن سنوات طويلة وعن وضع خلقته تركيا، أمر واقع خلقته تركيا في المنطقة، مزيد من الفقر، مزيد من الاحتلال بمعنى الاحتلال. وبالمناسبة حتى قوة الاحتلال لديها التزامات بموجب القوانين الدولية التي لا تلتزم بها تركيا، هذا من ناحية. من ناحية أخرى أيضا حالة اللا قانون التي تسود في الشمال السوري والسبب الأساسي فيها تركيا. نتحدث عن فصائل تركية وعصابات تتحكم بمنطقة من مناطق الشمال السوري، وتركيا أيضا تمارس منطق العصابات في هذه المنطقة، جبهة النصرة في منطقة أخرى والميليشيات الكردية، وبالتالي نتحدث عن منطقة تحكمها ميليشيات وفق وضع اقتصادي سيء جدا. ما فعلته تركيا في هذا الإطار رانا أنها أنشأت بعض القواعد، نتحدث عن قواعد مجتمعية، ضخت فيها بعض الأموال، حولتها إلى جاذب إلى حد ما في إطار العمالة. يعني يتم الحديث عن أن بعض الأطفال يغادرون مناطقهم في إدلب أو المناطق المحيطة بحلب وغيره، مناطق تحت سيطرة المسلحين بطبيعة الحال، ويتوجهون إلى هذه المناطق مثل عفرين يعني بغية العمل بالنهاية لمساعدة عائلاتهم في القطاع الزراعي. بعد الوصول إلى هناك يتم إغراءهم بالأموال للانضمام إلى هذه المجموعات المسلحة، ثم تدريبهم، ثم زجهم في الحروب كما ذكرنا، وحتى لتنفيذ عمليات انتحارية. في الحقيقة هنا أود أشير أنا لنقطة، إدانة تركيا بهذه الطريقة في استغلال الأطفال أو زج بالقصر في الحروب لا يعني أن مبررا بشكل من الأشكال زج البالغين بطبيعة الحال، خاصة أنها تزجهم في كوقود لاستمرار الحرب في المنطقة أولا، وكوقود أيضا لحروب أخرى كما شاهدنا في ليبيا وربما في أذربيجان أيضا. صحيح. على هذا الأساس المسؤولية التي تحملها تركيا كبيرة جدا، ولكن السؤال يبقى من الذي سيحاسب رانا؟ بالضبط يعني قتيبة، شكرا لك قتيبة الصالح، وشكرا أيضا موصول لعبد الجليل الزبيدي وأيضا لسلام العبيدي. فاصل نحلل بعدها قضية اليوم.
للتطبيع أشكال وألوان وأدوات، وسلاحه الأخطر هو الدخول من بوابة الثقافة والمناهج التعليمية. هناك في المغرب يريدون تمريره للأجيال عبر المدارس، فتصدى لهم أهل العلم بحزم لإدراكهم خطر كي الوعي وتزوير الحقائق واللعب بتاريخ فلسطين. يرفض أهل المغرب كما رفضت شعوب مصر والأردن التطبيع. ألم يمر هذا الدرس مسبقا على المطبعين الجدد؟ تحت غطاء إدراج تراث يهودي في مناهج التعليم في المغرب، يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى تأثيره في الأجيال الناشئة، لكن أكبر النقابات التعليمية رفضت مسعى الحكومة المغربية ووضعته في إطار تمرير المشاريع التطبيعية. ورئيس مجلس الأمن القومي للتطبيع أشكال أخطرها، ما كانت غايته إلحاق الشعوب بمسار الأنظمة السياسية المطبعة. يتطلب ذلك اختراقا للمناهج التعليمية والأعراف الثقافية لتمكين التطبيع الجاري من التغلغل أكثر اجتماعيا فتألفه الأنفس ولا تنكره. في المغرب يخوض المناهضون للتطبيع معركة مصيرية، وهي قضية إدراج ما يسمى بالتراث اليهودي في المناهج التعليمية بما تمثله من غسيل أدمغة الأجيال الناشئة. إنها معركة الوعي في مواجهة الزيف والتحريف، وقد أدركت أبعادها الخطيرة أكبر نقابة تعليمية، فأبت أن يكون الموظفون في القطاع مجندين لتمرير مشاريع التطبيع. رسالة الجامعة الوطنية للتعليم كانت رسالة قوية، ليس فقط إلى وزير التربية في المغرب، ولكن إلى الاحتلال الإسرائيلي أيضاً، بأن تغلغل التطبيع ليس أمراً يسيراً، بل إنه عسير وفي غاية العسر. ثبت إذن أن المغرب برغم كل ما جرى ليس خاسرة رخوة للتطبيع كما راهن الإسرائيليون. سبق لهم أن جربوا مصر والأردن، وكانت النتيجة مخيبة لآمالهم. سعت الإمارات رائدة التطبيع الجديد إلى تمرير أجندة الإسرائيليين، بدءا بشراء ذمم المثقفين والكتاب وتجنيد الإعلاميين وغيرها من أدوات التأثير في الرأي العام لتطبيع العقول تمهيدا لتطبيع الأنظمة. أنفقت الأموال الطائلة، لكنها فشلت في إحداث تغيير جوهري في نظرة الشعوب للتطبيع المنبوذ وموقفها الرافض له رفضا مطلقا حتى في ظل تمريره. لكن الشعوب، وإن بدا بعضها تحت وطأة القهر بصمت يراقب، لم تعطي يوما ضوءا أخضر للتآمر على القضية سواء بالتصفية أو التطبيع، وستبقى الممانعة إحدى وسائلها المتاحة لإفشال كل مشاريع التطبيع. سأبدأ معك مراد الدلنسي مراسل الميادين. مراد، عادة ما يتم اللجوء إلى أكثر من وسيلة للوصول إلى التطبيع الثقافي، كيف تتظهر هذه الوسائل وهذه المحاولات للوصول إلى هذه الأهداف الإسرائيلية؟ رانا، إسرائيل تستغل العامل التاريخي تحديدا أو الديني في بعض الأحيان لتمرير مثل هذا التطبيع الثقافي أو التطبيع عموما. في تونس والمغرب مثلا، إسرائيل دائما ما تروج إلى ما يسمى الجاليات أو اليهود الذين كانوا يعيشون في دول المغرب العربي عموما، ولكن خاصة في تونس والمغرب وليبيا. إسرائيل تروج لبعض الشخصيات مثلا الإسرائيلية، وزراء، فنانين وما إلى ذلك، للتذكير بما تعتبره عنصرا تاريخيا، وتتحدث عن تقارب وتاريخ مشترك وما إلى ذلك، رغم أن أغلب من هاجروا من هذه الدول المغاربية إلى إسرائيل قد ماتوا تقريبا ولم يبقى إلا أبنائهم، ولكن إسرائيل ما زالت تركز على هذه النقطة. مثلا يتم استغلال كنيس الغريبة في جزيرة جربة التونسية لإرسال آلاف الإسرائيليين إلى هنا، وجزء كبير منهم من كانوا يعيشون في تونس. لاحظنا وشاهدنا جميعا كيف يتجولون في تونس، يقطعون من جربة إلى العاصمة التونسية مئات الكيلومترات، رغم أن يعني وجهتهم الأصلية هي الكنيسة اليهودية في جربة، ولكن يستغلون هذا الأمر من أجل التجول في تونس في العاصمة والذهاب إلى ما يعتبرونها منازلهم القديمة التي عاش فيها أجدادهم. ولكن أرانا أهم عنصر هو وضع
ميزانيات من أجل إغراء وأغواء الفنانين والممثلين وغيرهم للذهاب إلى إسرائيل للتطبيع الثقافي. نعم، في تونس لدينا حالات لا يمكن أن نقول كثيرة ولكنها موجودة لفنانين قالوا أن إسرائيل دفعت إليهم أجور مضاعفة من أجل القدوم والغناء في إسرائيل، وهذا ما يؤكد أن هناك ميزانيات مرصودة لمثل هذه الأمر لاستغلال ربما الوضعيات المادية الصعبة لبعض الفنانين التونسيين أو المغاربيين عموما. أنتقل إليك محمد فرج، محلل الميادين لشؤون السياسية. محمد، سوف أخصص معك أكثر مسألة المغرب. في المغرب هناك حالة خاصة متعلقة باليهود المغاربة وتاريخ الهجرات، هل ثمة ما يمكن الاتكاء عليه للوصول إلى هذه الخطوة أو في هذه الخطوة بالتحديد؟ يعني استكمالا لما تحدث به الزميل مراد الدلنسي، أعتقد بأن عندما يتم الحديث عن منهاج ثقافة يهودية في المغرب أن ثمة محاولة لاتكاء فاسد على حكايات اليهود الشرقيين تماما وبشكل مشابه بشكل مطلق لمسلسل إمهارون في الجانب الدرامي. هي محاولة لخلق صورة ذهنية في أذهان العرب بأن اليهود الشرقي الذي كان في المغرب قبل النكبة هو نفس الذي أصبح موجودا في إطار احتلال استيطاني، هو نفس الذي ولد هناك، هو نفس الأشكنازي، وفي نهاية المطاف هو نفسه دولة الكيان الاستيطاني الكيان الصهيوني. محاولة لمقاربة عابرة للزمان والمكان متجاوزة لظروف أساسية تحاول تأسيس نمطية ذهنية في هذا الاتجاه بشكل أو بآخر. 265 ألف يهودي كان في المغرب، 38 ألف في ليبيا، 75 ألف في مصر. يراد لحكاياتهم أن يكونوا جسرا لمسألة التطبيع والأسرلة، ويراد عزل عوامل أساسية بأن الاحتلال الاستيطاني مهما يكن لا يمكن أن يمنح هوية وطن في نهاية المطاف، وفي نهاية المطاف الاستعمار هو الذي مارس دوره من خلال الترهيب والترغيب في هذه الهجرات. يراد القفز عن مسائل المجازر الكبيرة والفظيعة التي حدثت في حق الفلسطينيين. يحضرني في هذا السياق ما قاله سامي شلوم شطريت في رثاء الشاعر الفلسطيني محمود درويش، في إشارة ندم، في إشارة ألم لهذا اليهودي المغربي الذي عاش في الكيان الإسرائيلي، عندما قال لمحمود درويش: كم هو لك تماما ذلك الوطن، أما أنا فلا وطن لي، ولكن بالله عليك لا تشفق علي، ففي نهاية المطاف أنا هو القاتل. أتوجه إليك ناصر اللحام، محلل الميادين للشؤون الفلسطينية والإقليمية. ناصر، ما الذي تريدها إسرائيل من باب المناهج التعليمية، خصوصا بأنها دخلت من هذه الزاوية إلى القدس منذ 5 سنوات؟ يعني هو فعلا السؤال كما ذكرت، ماذا تريد إسرائيل والإمارات والسعودية وغيرهم لما بدهم يدخلوا تاريخ إسرائيل في المناهج العربية؟ شو عندهم يعني، أشعار طاغور ولا وصايا لقمان ولا حكاية بيدبة؟ شو التاريخ اللي بدهم يدرسونا إياه يعني، غير القتل والإجرام والعنصرية والدونية والسفالة والانحطاط؟ أي مناهج هذا يدرسونها؟ التطبيع مشروع أمني مثبت أشرف عليه إيري كوهين رئيس الموساد، لمن لم يسمع، التطبيع مشروع أمني أرسلت إسرائيل رئيس الموساد يوسي كوهين لتوقيعه ومتابعته، هو هدف تفكيك المجتمعات العربية. العرب كلهم بالنسبة للإسرائيليين هم الأغيار، هم لا يستحقوا أن يأخذوا نفس الحقوق. التطبيع والمناهج التي تريدها إسرائيل ونشر الرذيلة، تحطيم القيم، تحطيم القبائل العربية، ضرب أنساق المجتمع، ومشروع اختراقي للمجتمعات العربية، اختراق أمني واختراق فني واختراق لدور العبادة وغيرها. لم يكن مشكلة العرب أبدا، لا المغرب ولا غير المغرب، مع اليهودية كانت المعابد اليهودية موجودة في بيروت، في القاهرة، في كل العواصم العربية، كانت حقوقهم مأخوذة. وإذا كان هناك أقليات تستحق الاهتمام، الطوارق أهم منهم، والبربر أهم منهم، والدروز أهم منهم. عملية الحديث عن دين إبراهيم وأنه أن يضعوا أنفسهم بين الأخيار، هذه خطة القصد منها رذيلة وجهنم مبلطة بالنوايا الحسنة. أعود إليك مراد الدلنسي، مقابل محاولات التطبيع هناك محاولات للتصدي لهذه الموجة. من يتصدى لهذه الموجة؟ يعني هل يقتصر دورها فقط على الكشف والفضح، أم أنهم يملكون أدوات لوجستية وأيضا تأثيرا ثقافيا وسياسيا على المشهد، على مجمل المشهد؟
رانا، بداية إذا ما قارنا إمكانيات المتصدين للتطبيع بما يتم ضخه من أموال في الفضائيات الخليجية والجمعيات الممولة من عدة دول غربية ومن إسرائيل ذاتها ومن الخليج، فإن الإمكانيات لا تقارن ماديا، ولكن لدى القوى الحية في الدول العربية والدول المغرب العربي تحديدا من الإمكانات الأخرى ما تفوق هذه الإمكانات المادية. هنا نتحدث عن الخطاب الديني وهو أمر مهم وسنتحدث عنه في حالة موريتانيا. كذلك هناك تعويل على القوى الحية من مجتمع مدني وخاصة من نقابات كما رأينا في المغرب الآن وفي تونس في أكثر من حالة. اتحاد العام التونسي للشغل يستغل يعني قوته وتنظيمه وبعده الشعبي والعمالي من أجل فضح والتصدي للمحاولات التطبيعية وخاصة منها التطبيع الثقافي. ولكن وضعيات التصدي للتطبيع هي تختلف حقيقة رانا من دولة إلى أخرى في المغرب العربي. مثلا في المغرب لدينا حكومة أعلنت التطبيع في مقابل شعب وقوى حية رافضة، وهنا حقيقة التصدي للتطبيع الثقافي يعني يتطلب مجهودا كبيرا، يتطلب تأثير سياسي على الحكومة المغربية، تتطلب نقابات قوية. في موريتانيا الحكومة حقيقة وضعها يعني لم تعلن رفضها للتطبيع وهناك إمكانيات أنها ستطبع كما طبعت في السابق، وبالتالي ما لاحظناه كما فعل أكثر من 200 عالم دين موريتاني في المدة الماضية عندما أصدروا فتوى تعتبر أن التطبيع حرام شرعا ولا يجوز التطبيع مع إسرائيل وذكروا بالجرائم. إذن الخطاب الديني في هذه في هذا المثال هو مهم جدا. نعم. وانطلاقا مما قلته أيضا مراد، اسمح لي أن أنتقل إلى محمد فرج. محمد، يعني بعيدا عن المناهج التعليمية ثمة وسائل تحفيز ثقافية لجأت إليها بعض الأنظمة التطبيعية للتقارب مع إسرائيل ثقافيا، لو تحدثنا عن هذه الوسائل. سوف أتحدث عن ثلاث وسائل. الوسيلة الأولى هو الإصرار على الاختباء خلف جمل سياسية كاذبة مضللة، اكتشف الجمهور العربي بشكل كامل أن وسيلتها الأساسية وأن هدفها الأساسي هو التضليل، كأن تصرح المغرب بشكل أو بآخر بأن هذا الاتفاق لن يتعارض مع دعم القضية الفلسطينية، وهذا بطبيعة الحال هو كذب ولا يمكن، لأن هذا الاتفاق بالأساس جرى في ظل مناخات صفقة القرن التي تراجعت أساسا عن أي شكل من أشكال الحديث عن حل الدولتين. ثانيا، اعتماد على شخصيات مأجورة منتفعة لها نشاط كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، وكما قال الزميل مراد الدلنسي من خلال أيضا وسائل إعلام مثلت حقيقة كارتيلات إعلامية كبيرة تتمتع بميزانيات جبارة وكبيرة جدا، تتمتع بقدرة على الإنفاق على كل وسائل البوستينج على وسائل التواصل الاجتماعي سواء فيسبوك أو إنستغرام أو ما إلى ذلك، وهذه الشخصيات تحاول من خلال جرعات عالية من التكرار أن تمارس شكل من أشكال الصدمة الثقافية، أن تمارس شكلا من أشكال محاولات كسر المعتقد التاريخي الكبير القائم على العداء لهذا الكيان الاستيطاني. تتم هذه الشخصيات تحاول هذه الشخصيات اللعب من خلال وسائل التواصل المختلفة ومن خلال الأموال الكبيرة. وأسلوب ثالث وأخير هو الحديث عن حتى استطلاعات رأي عام مزورة كما حاولت عدد كبير من المنابر الإعلام الخليجية أن تصدر للرأي العام العربي عمليا استطلاعات عام مزورة، ونحن نعرف أن كل استطلاعات الرأي حتى التي نفذتها مؤسسات غربية أو ما إلى ذلك وحتى المؤسسات الإسرائيلية تعرف أن النسبة الأكبر والكبيرة جدا في الشارع العربي تقف ضد مشروع الأسرى والتطبيع بشكل كبير. أنتقل إلى ناصر اللحام. ناصر، تراهن إسرائيل على أنظمة التطبيع للوصول والتغلغل في المجتمعات العربية، إلى أي حد هذه المراهنة في مكانها؟ أقوى نظامين دخلا حرب مع إسرائيل قدما آلاف الشهداء وما مصر والأردن، ومع ذلك لم تؤهلهما هذه التجربة لأي مستوى من مستويات التطبيع. وجدنا بأن اتحادات النقابات، المزاج الجماهيري، الأسرة المصرية والأردنية، العشيرة، المدارس رفضت التطبيع رفضا قاطعا، حتى قيل فيما كتب بأنه هذا لن ينجح أبدا لألف عام، قيل في إسرائيل، لا المجتمع المصري ولا المجتمع الأردني قبل ذلك، فما بالك بأنظمة بعيدة
بعيدة عن القلب وبعيدة عن الصراع وبعيدة عن النضال وبعيدة عن خط النار وبعيدة عن الفهم إذا قدمت وسوقت التطبيع كسلعة. إيش يعني طبع وخذ آيفون مثلاً؟ إيش ممكن تقترع عواصم الخليج؟ أعتقد بأنه إسرائيل تدرك تماماً بأنه هذا لن ينجح، لكن أرادت أن تطلق هذه البالونات الحرارية على أمل أن يؤدي هذا إلى ما يسمى بمسمار جحا في العواصم العربية. سنجد أن إسرائيل قدرت وتعرف بأنها لن تنجح في هذا المستوى، ستكتفي بمكتب تنسيق. هذا المكتب يكون لخبراء الأمن والموساد والخبراء الأمنيين، يقوم فقط بإزعاج الأمن الإقليمي وتخريب العلاقات بين إيران وبين الدول العربية، بين المغرب وبين تونس، بين تونس وبين الجزائر، وهي مكاتب للإفساد والتدمير، مكاتب تابعة للعملاء فقط. وإسرائيل ستكتفي بهذا المستوى وهي تعرف أنها لن تصل إلى أكثر من ذلك. طيب أتوجه إليك محمد فرج، خطوة إدراج الثقافة اليهودية في المناهج التعليمية، هل يمكن التأكيد بأنها تتسق مع موجة التطبيع الجديدة؟ وماذا عن القضية الفلسطينية في المناهج التعليمية العربية؟ يعني بالتأكيد هي تأتي في سياق عملية تطبيع، ببساطة لأنها تأتي في مناخات هذه الاتفاقيات السياسية، ومن جانب آخر لأن المسيحيين في المغرب يشكلون أكثر من 5 أضعاف اليهود فيها، ولا يوجد حديث عن مادة على هذه السوية وعلى هذه الشاكلة فيما يتعلق بالمسيحيين الشرقيين. في الجانب الآخر هذه الحماسة المندفعة الكبيرة لتكريس منهاج خاص بالثقافة اليهودية لم تتوازى بأي شكل من الأشكال على كل العقود الماضية مع حماسة لرفع جرعة الحديث عن القضية الفلسطينية في المناهج الدراسية، في المدارس وفي الجامعات، في المناهج في كل الدول العربية. ثم الدراسات تحدثت عن هذا الموضوع، سواء القضية الفلسطينية في مناهج تعليم العربية للدكتور وليد الحي أو عبد الحي، أو الجهل بالقضية الفلسطينية للدكتور أنيس الصايغ، تحدثت عن هبوط كبير في المواد الموجودة المتعلقة بالقضية الفلسطينية. دعيني أقول لك رانا بأن والدي كان يدرس منهاجا خاصا متعلق بالقضية الفلسطينية في الأردن، أوقف هذا المنهاج بعد توقيع اتفاقية وادي عربة، ولكن صدقيني القضية الفلسطينية بقيت حاضرة في الكلمة الصباحية في الإذاعة المدرسية، بقيت حاضرة في الأعمال المسرحية للطلاب، وكان كل طالب يتجنب بأن يلعب دور الضابط الإسرائيلي لأنه لا يجد فيه دور بطولة، وكان حاضرا في كل النشاطات اللامنهجية، ببساطة لأن أصعب مهمة في التاريخ هي طمس التاريخ نفسه. إذا أردت أن تتحدث عن معركة الكرامة في الأردن لا يمكنك أن تتجنب الحديث عن خضر شكري الذي كان آخر ما قاله هو الشهادة، والهدف موقعي ارمي انتهى لتفجير أكبر عدد من الدبابات الإسرائيلية التي تحيط به في تلك اللحظة. واستنادا أيضا للمعلومات التي ذكرتها محمد فرج، وأيضا للمعطيات في الآونة الأخيرة وفي معرض الاستشراف ناصر، يعني بعد 5 سنوات كيف يمكن أن يبدو المشهد الثقافي في الدول العربية، وأين إسرائيل منها أو منه؟ إسرائيل لا تعول على تطبيع، وتعرف تماما أنها تحاول أن تخلط التاريخ الصهيوني بالتاريخ اليهودي، وهذا مختلف تماما، هذا يعني لا يمكن أن يختلط مع بعضه البعض. تطبيع فشل، تطبيع فشل في كل العواصم العربية، الجماهير ترفضه، محاولة الاندساس بهذه الطرق وبهذه المحاولات والحيل إنما هي محاولة لهز ثقة الأنظمة ببعضها. الأنظمة قد تطبع لأنها تخاف من أمريكا وتخاف من الصهيونية أكثر مما تخاف من العدالة، لكن في النهاية أنا أقول بأنه التطبيع فشل، التطبيع الآن فاشل، التطبيع بعد 5 سنوات سيكون تهمة وعار على كل من تلوث به، وسيتمنى لو أنه في يوم من الأيام يمسح ذكرى هذا التاريخ. العواصم التي سمحت بالتطبيع ستندم كثيرا. مراد الدلنسي، أعود وأكرر السؤال، لماذا لم تمر مشاريع القوانين التي تجرم التطبيع الثقافي في بعض الدول؟ نعم رانا، في موريتانيا القانون أو مشروع القانون ليس مدعوما من أحزاب كبيرة في السلطة، وأغلب الأحزاب التي في السلطة هي رافضة إلى حد الآن، ولكن في تونس هذا المشروع موجود منذ 5 إلى 6 سنوات في رفوف البرلمان التونسي، هو يحظى بدعم منظمات المجتمع المدني وحتى عدد كبير من النواب، ولكنه يحتاج إلى دعم أحزاب كبيرة مثل حركة النهضة مثلا. الذين رفضوا أن يدعموا هذا المشروع يقولون
يقولون أن تونس ليس لديها علاقات مع إسرائيل، وبالتالي لا يوجد مبرر وداعي لسن مثل هذا القانون. وآخرون يتحدثون في السر والعلن على أن إذا ما صادقت تونس على مثل هذا القانون فإن ستكون له تداعيات اقتصادية وسياسية خطيرة، خاصة من الدول الاتحاد الأوروبي وفرنسا والولايات المتحدة، وأن تونس في هذا الوضع الاقتصادي الحرج ليست يعني قادرة على فتح هذه الواجهة أو هذه الجبهة مع هذه الدول. ويقولون أن هذا المشروع يعني وقته ما زال لم يحن بعد. نعم، شكرا جزيلا لك مراد الدلنسي، وشكرا أيضا موصول لمحمد فرج وأيضا للزميل ناصر اللحام، وشكرا أكبر لكم مشاهدينا. إلى اللقاء.